معكم اخوكم فيصل كواري من شركه ميزه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. احنا دخلنا في مجال المدن الذكيه في اول مشروع هو مشير قلب الدوحه في قطر. مقر الشركه الرئيسي هو قطر، وعندنا خطه التوسع لدول الخليج والدول العربيه وشمال افريقيا خصوصا. احنا اكبر مشروع سويناه في مجال المدن الذكيه هو مشير قلب الدوحه، اكثر من 42 خدمه ذكيه. المشروع هذا اخذ رقم 2 من ميديا اورمنز بنش ماركينج كسكند بيست سمارت ديفلوبمنت ديستريكت، واخذ رقم 6 كديجيتال اكسبيرينس. واحنا لين الحين ما قدمنا كل الخدمات، لاخر السنه ان شاء الله بتنزل، والتصنيف هذه بيرتفع ان شاء الله. احنا نطلع على رقم 1 ان شاء الله. كاحنا شركه خليجيه قاعدين نتوسع ان شاء الله في السعوديه والدول المجاوره، وان شاء الله نكون جزء من 17 مدينه ذكيه اللي جايه في الطريق. وكانت مشاركتنا نتمنى تكون افادت الحضور، ونشكر اللجنه المنظمه وسعاده الوزير علي على حسن الضيافه والتنظيم الرائع. اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.